حياكم الله اخواتي واخواني الكرام، الان مع الضيف الثاني وهي استاذتنا الاستاذه فتوحه سعيد في موضوع هام عن بسم الله الرحمن الرحيم عن تقدير الذات والتكريم الالهي. التعريف باستاذتنا الاستاذه فتوحه سعيد اخصائيه في بناء تقدير الذات وتطوير العلاقات الزوجيه وتربيه الابناء، شهاده ليسانس في علم النفس المدرسي، قامت بتصميم برنامج بعنوان منهاج بناء تقدير الذات عند الأطفال، وصاحبة أول منصة تعليمية في الجزائر للأمهات بعنوان نادي الأم الحكيمة، وهي مؤسسة ومديرة شركة رواح للتدريب وتطوير المناهج والحلول التربوية. لها عدة كتب وبرامج تدريبية، من أهم كتبها 50 فكرة كيف تغذي الأم الحامل زينها عاطفياً، الاستهزاء وأثره، 101 طريقة لبناء تقدير الذات عند ابنك، والتفوق الدراسي والثقة بالنفس. نترك الساحة لأستاذتنا فتوحة سعيد لتقديم ورقتها، وشاكرين لها استجابتها لدعوتنا لها للانضمام لهذا المكان. تفضلي دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. سعيدة جدا بتواجدي معكم في هذا الملتقى الثري والغني ما شاء الله. طبعا هذا فضل كبير جدا أن أكون من بين الحاضرين في هذا الملتقى الذي يعزز ارتباطنا بكتاب الله عز وجل وما هو موجود من ثروة في تراثنا من في كتاب الله عز وجل وفي السنة، وكيف نربط أجيال قادمة مفاهيمنا التربوية بهذا الزخم العظيم جدا حتى نستخرج ما هو موجود من ثروات بداخلنا بالطريقة التي يريدها الله عز وجل وبالطريقة التي نفيد ونقدم قيمة إضافية للعالم وللإنسانية بصفة عامة. طبعا أشكر مؤسسة فور تالنتس، ما شاء الله النشاط الذي تقومون به فعلا في العمق، وهذا ما يحتاجه بالتحديد تحتاجه الأمة والإنسانية، ليست فقط أمة الإسلام ولكن الإنسانية. موضوع مداخلتي هي تقدير الذات والتكريم الإلهي. هل الشاشة العرض موجود أستاذ رضا؟ أستاذ لديك الصلاحية في رفع الملف عندك باعتبارك كوهوست؟ نعم، أنا رفعته لا لم يظهر. لا أوكي، from share screen ثم ترفع الملف، يجب أن يكون الملف مفتوحا. نعم. أصلا على ظهر على سطح المكتب مفتوحا. نعم. لتستطيعي تحميله. والآن نعم والآن نعم ممتاز تمام. شكرا الله فيك. طيب أبدأ من حيث انتهى أستاذ ملهم، كانت محاضرة قيمة ما شاء الله، وكانت هناك نقاط مشتركة ما بين مداخلتي ومداخلة الأستاذ الكريم الفاضل. موضوع طبعا المداخلة هو تقدير الذات والتكريم الإلهي، ما هي علاقة تقدير الذات بالتكريم الإلهي، ولماذا تقدير الذات مهم، وماذا نقصد بتقدير الذات؟ هذا ما سندردش حوله في هذه المداخلة بحول الله تعالى. نبدأ بقصة تكريم الله عز وجل للإنسان. أول ما خلق الله عز وجل الإنسان آدم عليه السلام قال بعد أعوذ من الشيطان الرجيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل طبعا خلق الكون كله مسخر لهذا الإنسان، أكيد هناك حكمة عظيمة جدا لماذا رفع شأن هذا المخلوق وما هو دوره في هذه الحياة وكيف يمكن أن يؤدي دوره كما يريده الله عز وجل. ننطلق بنقطة مهمة جدا، أن الله عز وجل كرم الإنسان ورفع شأنه على بقية المخلوقات الموجودة بالملايين
نحن ما نعرفه طبعا في حدود معرفة المخلوقات الموجودة في المحيطات في الكون، ما نراه ما لا نستطيع أن نراه، ما نراه بالمجهر وما لا نستطيع أن نراه بالمكبر أو بالمسافات البعيدة جدا. ذكر الله عز وجل هذا التكريم وأكد عليه في القرآن الكريم في عدة آيات طبعا. فمنزلة الإنسان رفيعة جدا، والعبرة الآن لابد أن نفهم لماذا هذا التكريم، لماذا رفع الله عز وجل شأن هذا الإنسان، وهل يعرف الإنسان المسلم هذه المكانة أم لا؟ طيب لماذا كرم الله عز وجل بني آدم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن البيت القصيد والحكمة والهدف من خلق هذا الإنسان وتكريمه ورفع من شأنه هو التعمير في الأرض، هو التمكين في الأرض، هو إقامة شرع الله عز وجل في الأرض وعدم الإفساد فيه. طيب إذا كانت وظيفة الإنسان أو سبب التكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان هو التعمير في الأرض، ترى ما هي مواصفات هذا الإنسان الذي كرمه ومنح له هذه المكانة وجعله خليفة على الأرض؟ ما هي هذه الصفات؟ باختصار شديد جدا نذكر أن أول خطيئة وقعت على الأرض كانت خطيئة أو ذنب قتل قابيل لهابيل، وكان السبب وراء ذلك وهو فساد، وكان السبب وراء ذلك هو الحسد، الحسد لأنه تقبل قربان هابيل ولم يتقبل من قابيل، فتأجج غضبا وخرج ذلك الغضب وذلك الحسد الناتج عن عدم الرضا وعدم تقبله للوضع الذي هو فيه، وبدل من التوبة وإصلاح من عمله يريد أن يزيح هابيل من أمامه تماما حتى يثبت لنفسه أنه موجود وهو الأحسن، فوقع في خطأ أكبر. طيب إذن نموذج هذا الإنسان وهو الفساد لا يريده الله عز وجل، ولكن يريد الإنسان الذي يعمر في الأرض، الإنسان المتزن هو الذي يعمر في الأرض. وبالتالي نقول أنه إذا كان وفق الآية الكريمة الغاية من خلق الإنسان هو التعمير، إذا كان هو الواجب، يعني هذا هو السبب الحقيقي لتكريم الله عز وجل للإنسان، هو من أجل التعمير في الأرض. هذا التعمير ولا يمكن أن يكون هذا التعمير في الأرض للإنسان المضطرب أو المهزوز الشخصية أو الغير المتزن أو الذي يريد أن يثبت ذاته، هو حياته كله متمحورة حول ذاته، أنا وأنا، ويتوقف العالم وأريد فقط أن أظهر أنا الأحسن أنا الأول وأنا الأفضل. هذا الإنسان لا يمكن أن يعمر في الأرض، لأن بالنسبة إليه المصلحة الأولى والنهاية هي نفسه وهو محور العالم، بل أن التعمير واجب، وبأن التعمير لا يتم إلا مع الاتزان، فيصبح بناء الاتزان النفسي واجب. وأقوى طريقة للاتزان النفسي هو بناء تقدير الذات، وإذا كان الغرض من وجود الإنسان على الأرض والتكريم بهذه الطريقة هو التعمير في الأرض، والتعمير في الأرض هو واجب، وبما أن لا يستطيع أن يعمر هذه المعمورة إلا الإنسان المتزن، يصبح إذن الاتزان عبارة عن واجب. وأحسن طريقة لبناء الاتزان النفسي عند الإنسان هو احترامه وتقديره لذاته، وهذا الاحترام لا يخرج من الداخل الخارج بانطباعات الآخرين، ولكن ينطلق من الداخل. ننتقل الآن ما معنى تقدير الذات.
إذا سلمنا أنه القاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويصبح تقدير الذات هو واجب وضرورة. ننطلق الآن، ماذا نقصد بتقدير الذات؟ وما هي المؤشرات الإنسان صاحب تقدير الذات المرتفع؟ أريد فقط أن بين قوسين، محاضرة الأمس للدكتور محمد النادير قال كلمة رائعة جدا، قال الإنسان الغربي قد فقد إنسانيته والإنسان المسلم فقد فعليته، ثم قال كلمة رائعة جدا وقال لن يستطيع أن يستعيد الإنسان الغربي إنسانيته حتى يستعيد الإنسان المسلم فعاليته. وفعالية المسلم لا تظهر إلا بعد أن يكون من الداخل متزنا، يخرج من حالة الاضطراب وإثبات الذات ووجوده هو الأول والعالم متمحور من حوله والحسد والغيرة وكسر الآخرين إلى الإنتاج وإلى احترام ذاته وتقدير ذاته، ثم يبدأ يرى أو يحاول أن ينفع من حوله. هنا يخرج الإنسان المتزن المسلم الفعال، وبإخراج جواهر الموجودة في هذا الإنسان يستطيع أن نركز على كتاب الله عز وجل ونعطي للإنسان وللبشرية ما هو بأمس الحاجة إليه وهي القيم. نعم، وصل الغرب إلى الدرجة من التكنولوجيا والحضارة ووسائل الرفاهية، إلا أنه من ناحية القيم وصل إلى قمة الانحدار، وصل إلى أن يضرب نفسه بنفسه ويقتل نفسه بنفسه، وبهذا حرم نفسه من الاستمتاع بالحياة وتحقيق دوره في هذه المعمورة والأفضلية والتكريم الذي كرمه الله عز وجل. من الذي سينقذ الإنسانية؟ صاحب القيم. وصاحب القيم الآن هو المسلم عندما يعيش رسالته الحقيقية، ولكن قبل أن يقدم ويعيش هذه الرسالة الحقيقية لابد أن يكون هو في حد ذاته متزن حتى يستطيع أن يعطي الآخرين. هذا ملخص للعلاقة ما بين تقدير الذات والتكريم الإلهي. طيب، ماذا نقصد بتقدير الذات؟ هو مصطلح، تقدير الذات هو مصطلح في علم النفس يدل على درجة الاحترام الشخص وتقديره لذاته، وكل ما يعتقده ويظنه الإنسان سواء معتقدات سلبية كما ذكر الأستاذ ملهم، معتقدات سلبية أو إيجابية عن ذاته، أو الأفكار ومشاعره وما يرى أو ما يعتقد الآخرين يظنون عنه، ثم طريقة التي يقيم بها إنسان نفسه في لحظات الفشل، لحظات النجاح، ما هو الحوار الذي يجري بداخله، هل يسمح لنفسه أن يخطئ ويصحح وينتقل إلى التطوير، أم يبقى في دائرة اللوم واحتقار نفسه والشعور بالدنيا. يعبر تقدير الذات عن مقدار تقبل الإنسان ورضاه عن نفسه وشكله وقدراته، هي طريقة التحدث والتصرف مع ذواتنا وكيف ننظر إليها ونتعامل معها أثناء الفشل والنجاح. أيضا تقدير الذات عبارة عن ثلاث محطات، هي أولا كيف أرى نفسي، ثم كيف أرى نفسي مقارنة للصورة المثالية التي أريد أن أصل إليها، ثم كيف أرى وجهة نظر الآخرين عني. هذه الثلاث المحطات، هل هناك هو ما بين هذه المحطات أم أن هناك انسجام ما بين ما أنا عليه الآن وما أريد أن أصل إليه، أم أن هناك هو كبير جدا؟ وما هو تفسيري لوجهة نظر الآخرين عني؟ هل هو تفسير إيجابي مقتنع بوجهة نظري وطريقة تفكيري؟ أم أرى أن أعتقد أن الآخرين لهم رؤية أو لهم مفهوم عني سلبي؟ كيف أفسر وجهة نظر الآخرين عني؟ هذا باختصار
ومفهوم تقدير الذات. طبعا حاولت منذ سنوات تقريبا أكثر من 10 سنوات، بما أني طبعا أخصائية نفسية وقمت بمجموعة دورات كبيرة جدا لمختلف الفئات العمرية، وجدت وصلت إلى قناعة ونتيجة جدا مهمة، وهي كيف يمكن أن أختصر المسافة بدل أن نعالج الكبار والراشدين في مشكلات عويصة جدا في حياتهم، كيف نحمي أولادنا والأجيال الصاعدة من هذه المشاكل والتحديات النفسية. هنا بدأت قصتي مع منهاج بناء تقدير الذات. كأم وكأخصائية نفسية، كثرت الاستشارات التي ترد علي، وجدت أن أكبر المشاكل التي يعاني منها الإنسان تعود في الحقيقة في الجذور إلى سوء تقديره لذاته وشعوره بالدونية، وينتج عن ذلك تحطيم وتدمير لذاته، ما يسمى بالسيلف سابوتاج، أو محاولة مثلا الهجوم على الآخرين بالحسد والكراهية إلى غير ذلك، أو العكس العدوانية على الذات، وهو يرى نفسه لا يستطيع أن يقوم بذلك بإنجازات، يرى نفسه بصورة دونية، فيسقط في الآفات الاجتماعية مثل المخدرات، الإدمان على الأكل، المواقع الإباحية، السرقة، الوشاية، الفشل في العلاقات الزوجية، الفشل في التجارة المتعددة. كل هذه المحطات هناك وراء مفهوم أنني لا أستطيع ولا يمكنني ولا أستحق فعلا النجاح، وبالتالي يحاول أو يقوم بسلوكات التي يدمر بها نفسه، لأن معتقده عن ذاته أنه لا يستطيع أن ينجح، وهو إنسان لا يستحق الاحترام، وما يستحقه هو العقاب، وبالتالي يعاقب نفسه بطريقة لا شعورية حتى قبل أن يعاقبه الآخرين. طيب، هذه الفكرة أريد أن أبسط خطوات عملية كيف ينشأ أطفال صغار نعزز عندهم تقدير الذات، ويصبح بذلك ينشأ جيل نظيف متزن وغير معاق. نحن نعلم أن الإعاقة الحقيقية ليست الإعاقة الجسدية، ولكن هي الإعاقة النفسية، هي التي تحجب الإنسان عن الانطلاق والقيام بالإنجاز وترك أثر في المحيط وفي المجتمع. طيب، كيف نحمي هؤلاء الأطفال وكيف ننشئ جيل متزن؟ هناك خطوات عملية، وهذا ما قمت به في منهاج بناء تقدير الذات. طبعا هذا المنهاج ترجم إلى اللغة الإنجليزية، طبق في كندا، كنت طبعا لسنوات في كندا، طبق في مدارس إسلامية، وطبق في الجزائر في عدة ولايات، والحمد لله نرى الآن يوميا نتائج رائعة جدا ولله الحمد. ورسالتنا أن ينتشر مفهوم الاتزان النفسي وتقدير الذات عند الأطفال إلى كل بيت وكل حي، ينشئ نرى فيه أبناء متزنين نفسيا يحققون ذواتهم ويقدمون قيمة إضافية لمن حولهم. طيب، المنهجية التي بنيت عليها المنهاج تقدير الذات هي أول نقطة، هو الشعور بمعية الله. الشعور بمعية الله، كلما غرسنا مفهوم الشعور بمعية الله عند الطفل والإنسان الراشد، فهم موقعه في هذه الحياة، وكل التحديات التي تأتي يفهمها ويضع لها إطار، ولا يغرق في هذا التحدي، ويشعر أنه ريشة في مهب الريح، عبارة عن صدف تأتيه من مكان إلى آخر، ولكن هناك قانون، وهناك رب عظيم، وهناك مقادير موجودة. إذا ما اتبعت طريق الحق
وما إذا ما اتبعت ما قام وما قاله الله عز وجل واتبعت الطريق المستقيم فإنني في حماية تامة بغض النظر ما يحدث لي، بقي فقط أن أفهم وأفسر هذه الأحداث لصالحي. إذن الشعور بمعية الله تعزز عند الطفل الشعور بالأمان، الشعور بالأمان أنه ما يحدث له أو الخوف من المستقبل أو الخوف من فقدان شيء معين أو عدم تقبله للأمور التي تحدث له، كلما كان يستشعر حب الله عز وجل ويستشعر المعية الله سبحانه وتعالى يشعر بالأمان ويهدأ بدل من الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي. الشعور بمعية الله يعزز عند الطفل الشعور بالتقبل، الشعور بالتقبل يتقبل ويرضى الأمور التي هي خارج نطاقه، قد يكون الشكل، قد يكون حالة اليتم، قد يكون فقدان أعز الناس، قد يكون المرض، أمور فوق طاقته وقدرته. كلما كان يقينه بالله عز وجل كبير كلما عزز عنده الشعور بالتقبل والرضا الداخلي. أيضا الشعور بمعية الله تدفعه أيضا إلى الشعور بالتميز. نحن نعلم أن الله عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام وحواء لم يجعل عبارة عن نسخ متكررة، وكان بالإمكان أن يخلق بني آدم نسخ متكررة، كوبي كولي كوبي بيست كوبي بيست إلى غير النسخ استنساخ، ولكن كرم الله عز وجل هذا الإنسان وجعل لكل إنسان على وجه هذه المعمورة نسخة خاصة مميزة مختلفة تماما عن بقية البشر. منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة لا يوجد نسختين متكررتين، تبدأ من بصمة اليد، من شعرة الرأس، من رائحة الجسد ذلك الإنسان. هذا من ناحية الفيزيولوجية، من ناحية الشكل بقي النسخة أو طبعة الشخصية الإنسان أنها مميزة، لا يمكن أن يبدع ويعطي أمور جديدة وقيمة إضافية لمن حوله ولنفسه إن لم يعرف نقاط تميزه. وهنا نحاول أو نضيء جانب معين أو نوجه الضوء إلى جوانب نقاط التميز الإنسان ويركز على نقاط تميزه. وكلما اشتغل الإنسان في نقاط تميزه أبدع عدة مرات بدل من التركيز على جعل نقاط ضعفه هي نقاط القوة. لابد من صقل نقاط الضعف، لابد من الاعتراف بها، لابد من تعرف على نقاط الضعف والتركيز على نقاط القوة ونقاط التميز التي يتميز بها الإنسان حتى يبدع. ثم التقبل، الشعور بالتقبل والرضا الداخلي مع وجود نقاط اعتراف أو التعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة تعزز عند هذا الطفل الصورة الذاتية، وهي لب التقدير الذات. كيف أرى نفسي من الداخل؟ هل أراها بدونية أم أراها باحترام وتقدير؟ أيضا هناك نقاط مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها تعزز الصورة الذاتية، هو النجاح. بالنسبة للإنسان الراشد النجاح في الجانب المهني وما يقصد به في النجاح الدراسي والنجاح الاجتماعي هي الشعور بالقدرة والشعور بالفعالية. عند الطفل الصغير نركز على النجاح الدراسي لأنه يرى، مهما قلنا للطفل أنك إنسان عبقري، أنك إنسان مبدع، أنت إنسان رائع جدا إلى غير ذلك، هناك صوت داخل يقول ما هو الدليل على أني إنسان رائع؟ إذا كانت علاماتي ونجاحي في الدراسة ضعيف جدا، ونحن مجتمعات نقيم أبناءنا وفق العلامات الموجودة للأسف. طيب إذا كلما عززنا فيه ساعدناه على النجاح الدراسي شعر الطفل بالقدرة أنه ويثق في نفسه، هذه الثقة تعزز عنده الصورة الداخلية والصورة الذاتية
والشعور بالاحترام والتقدير لذاته. أيضا الشعور بالأمان، ونقصد بالشعور بالأمان هو الشعور بالمسؤولية. كيف يمكن أن أعلم الطفل كيف يحترم القوانين الداخلية، كيف يحترم قوانين الله عز وجل، ويحترم قوانين الدولة التي عايش فيها، ويحترم قوانين بيته. هناك حدود لابد أن يلتزم بها، وإلا تعرض إلى الإهانة، وإلا تعرض إلى العقوبة. وبالتالي يشعر الشعور بالأمان هو الشعور بالمسؤولية اتجاه تصرفاته، يتحمل عواقب سلوكاته. وكلما تحمل عواقب سلوكاته ضبط نفسه، وكلما ضبط نفسه التزم مع القوانين، احترم نفسه، شعر بالاحترام والتقدير لذاته. النقطة المهمة الأخرى أيضا بين قوسين، أستاذ رضا أعطي لي فقط إشارة إذا كنت قريب معناتها مدة نهاية المدة حتى لا أسترسل وأنسى نفسي مع التوقيت. بقيت 5 دقائق فقط دكتورة. طيب، الشعور بالانتماء، شعور بالانتماء مهم جدا، لأنه خاصة هذه النقطة يحتاجها الإنسان الراشد، وخاصة الإنسان أو المراهق. البنت المراهقة والشاب المراهق يريد أن ينتمي إلى جماعة معينة، يريد أن ينتمي إلى مجموعة معينة، يريد أن يخرج من دائرة الوالدين، لم يعد طفل صغير، يريد أن ينتمي إلى مجموعة. طيب، هذا الشعور بالانتماء لابد أن يعزز بطريقة إيجابية. بدل من الانتماء إلى الرفقة السلبية السيئة، لابد أن أوجهه وأن الانتماء الحقيقي الانتماء إلى أمته، إلى شعبه، إلى حيه، إلى أسرته. ما هي القيم المشتركة ما بينك وبين الآخرين حتى يختار الانتماء؟ وكلما شعر بالدوائر التي ينتمي إليها شعر بالفخر أنه ينتمي إلى حضارة كبيرة، وإلى علماء، وإلى سلالة، وإلى وظيفة كرمه الله عز وجل، وهو الإنسان. أيضا النقطة الثالثة الأخرى التي تعزز تقدير الذات، الصورة الذاتية، هي التوازن الاجتماعي. كيف يمكن أن يبني علاقات وصداقات ويحافظ عليها بطريقة إيجابية؟ كيف يرد ضغوط الأقران ولا يشعر بالدنيا والانطواء؟ بكل اقتدار يقول لا للصديق السيء، ويقول أهلا وسهلا، وينمي علاقته مع الرفقة الصالحة التي تعينه على تطبيق أو تحقيق إنجازاته. هذه المشاعر تؤدي بالإنسان وإلى الطفل إلى الاتزان النفسي الذي نريد أن نصل إليه. طبعا هذه المنهجية صممت بطريقة تمارينات وأفلام، فيديوهات، نشاطات، رحلات إلى غير ذلك، بطريقة مسلية جدا، حتى يشعر الطفل أو يغذى عند الطفل الشعور بالتقدير والاحترام الداخلي، وحتى يخرج من بمجرد ما ينتهي مرحلة الإعدادي ومرحلة الثانوي يكون قد اجتاز هذه المرحلة بسلام وبصورة ذاتية قوية جدا، وبذلك يستطيع أن يستمر في مشاريع حياته. طبعا هذا من أجل جيل متزن يعمر في الأرض، وهذه رسالتنا، نريد أن نتكاثف المجهودات حتى نحقق هذا الجيل المتزن، لأن بكل موضوعية لأبنائنا هناك ذكاء كبير جدا عند أبنائنا، إبداعات، مواهب كبيرة جدا، نريد أن يرى هذا الطفل هذا الإبداع وهذا الإنجازات التي يراها، ولا يستحقر من نفسه، ولا يخاف من حضارة الغرب وكأنها عبارة عن قمة الإنجاز، ويرى نفسه بدونية، بإمكانها أن يحقق أحسن من ذلك إذا أضاف إلى التكنولوجيا والحضارة الموجودة أضاف القيم الأخلاقية، واحترام على رأس القيم الأخلاقية احترام وتقديره لذاته وفق شرع الله عز وجل، ووفق الرسالة التي قدمها الله عز وجل، وهي أن يكون خليفة في هذه المعمورة.
وبهذا قد أتيت إلى نهاية المداخلة. أتمنى أني قد الله يرضى عنك دكتورة، يجزيك خير. الطرح رائع حقيقة، أنا سعيد بهذا الطرح الجميل وتفاعل الأخوة والأخوات مع حضرتك. ويعني لا بد من يعني تفعيل التواصل مع حضرتك من خلالنا ومن خلال المجموعة ليتعرفوا على إنجازاتك وعلى صفحات السوشيال ميديا الخاصة. أنا سأطرح سؤال واحد عملي باعتبار أن حضرتك قد أتممت هذا البرنامج ونزل على أرض الواقع، وهناك بعض الأسئلة تكررت التي تقول كيف يمكن الحصول على هذا المنهج؟ هل تقيمين الدورات مثلا أونلاين ولا للمدارس خاصة، ولا ما هي طرق تنفيذ هذا البرنامج لكي نصل إلى طريقة التنفيذ؟ ما دام البرنامج وصل إلى مرحلة العملية والتطبيق والإنجاز، فلا بد من تسهيل عملية الوصول إليه من قبل الناس ومن قبل المهتمين بهذا الموضوع. نعم، هو نعم دورات أونلاين عن طريق زوم ودورات حضورية. طبعاً نقدم هذه الدورات للمؤسسات، المدارس الخاصة، المؤسسات التربوية، ولمدربين أصلاً يعني في امتحانات في نهاية الدورة، إلى أن نتأكد من حصول الكوادر هذه على المعلومات والمهارات الكافية، ثم ينطلق في تطبيق البرنامج، طبعاً مع مرافقة خلال السنة كاملة للتأكد من نجاحي في هذا المسار. جميل جداً. نحن بانتظار دكتورة كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بحضرتك، وأي إعلان لديك جاهز لبرنامج قادم قريب أيضا ممكن أن نعلنه في صفحة التليجرام، قناة التليجرام الخاصة بالمشروع. وسعيدين باستضافتك معنا وسعيدين بهذا الطرح الجميل، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. بالتوفيق. شكرا، بارك الله فيك أستاذ رضا. الله يرضى عليك، شكرا جزيلا.